إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من موقع وزارة الأوقاف نحييكم ونحن في هذه السهرة الرمضانية والتي يعيشها المسلمون جميعا بهذه الفرحة التي تمتلئ بها قلوبهم بفرحة باسقة اليقين وتملأها الإشراقات الربانية لهذا الشهر الكريم. هيا معا إلى مفتتح هذا اللقاء الطيب مع تلاوة عطرة من سورة الأعراف يتلوها علينا القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة
لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تلاوة قرآنية مباركة من سورة الأعراف تلاها علينا القارئ الشيخ طه النعماني. أما الآن فمع موضوع من الموضوعات التي حفزنا رب العزة سبحانه وتعالى إلى التمسك بها كما أوصى بها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي صفة التواضع. فمن تواضع لله رفعه، هذه الصفة التي ينبغي أن تسود بين أبناء الأمة الإسلامية فيما بينهم وبين بعضهم البعض. هيا معا إلى هذه الكلمة عن التواضع مع الدكتور نور الدين محمد عبد الوارث من شباب علماء وزارة الأوقاف. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، من الأخلاق الفاضلة أيها الأحبة التي حس عليها الإسلام وحس عليها النبي صلى الله عليه وسلم خلق التواضع. والتواضع صفة كريمة عظيمة جليلة، حينما تسود بين الناس في المجتمع ينتشر الحب والوئام ويشعر الناس بالسلم والسلام، ولكن حينما تختفي هذه الصفة من المجتمع تجد الحسد والحقد والكراهية منتشرة بين الناس. ولذلك أيها الأحبة، جعل الله سبحانه وتعالى هذا الخلق وصفا لعباد الله عز وجل في القرآن، فقال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والتواضع كان من أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: حينما يأتي القادم لا يعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لا يظهر بين أصحابه. وحينما سئلت عائشة عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان يكون في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الأحبة، لقد جاء الإسلام والمجتمع يعج بالفخر والتكبر، وينقسم الناس إلى أغنياء وفقراء، إلى سادة وعبيد، فما كان من الله سبحانه وتعالى إلا أن أنزل قرآنا يسوي فيه بين الناس، ويجعل معيار التفاضل بينهم قائما على تقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نحتاج إلى أن نتواضع مع الله سبحانه باتباع أوامره جل وعلا، وبالتسليم لما أنزل الله سبحانه وتعالى. نحتاج أن نتواضع مع النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته والسير على نهجه وعلى هديه صلى الله عليه وسلم. نحتاج أن نتواضع مع الناس جميعا
وأولى الناس بالتواضع هم الوالدان. قال الله جل وعلا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. فما أحوجنا أيها الأحبة الكرام ونحن نتعامل مع بعضنا أن نتواضع وأن يتواضع بعضنا لبعض، ويتواضع الكبير مع الصغير، ويتواضع الغني مع الفقير، وبذلك يحيى المجتمع في وئام ومحبة وسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتواضعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع صفة عظيمة من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن وهي صفة التواضع، استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه الكلمة الطيبة من الدكتور نور الدين محمد عبد الوارث من شباب علماء وزارة الأوقاف. الآن إلى دوحة الدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا يا بسم الذي خلق الوجود عظيما. إن قل أو كثر الذنوب رحيما. بسم الذي تجري البحار بأمره فهو الذي يحيي العظام رميما. بسم الذي وهب الخلائق أحمدا. صلوا عليه وسلموا تسليما. صام النبي فصام نبض فؤادي. نعم الصيام صيام طه الهادي. في البدء رحمات تسابق بالوفاء، والنصف مغفرة من الجواد، وختامه عتق برحمة خالقي. تم الصيام وجاء بالأعياد. سيدي يا رسول الله، يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله، يا من عليك صلى الله، جسد تمكن حب أحمد فيه
تالله إن الله لا يخزيه جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الله لا يخزيه أوكيف يخزيه الكريم وحبه في قلبه ومديحه في فيه أكثر عليه من الصلاة فإنها هي نور قبرك عندما تأتيه. سيدنا النبي صلوا عليك، صل ربي وسلم وبارك عليك.